وبعدين هما سابوني راحوا فين؟ انتوا يا جماعه اصحاب البيت. الله، الزهر الحجرين اللي شربوهم كتموا على صدرهم. حلوه عم ثابت، انت يا جرع اللي اسمك صابح. ايه يا عم؟ ايه يا عم السبوره اللي انت عاملها دي؟ مزعبب ليه؟ يا عم انتوا لاطحيني هنا من الصبح. كنا بنولع الفحم. امال فين عم ثابت؟ بيغير مية الجوزه. بيغير مية الجوزه بقاله ساعتين؟ امال لو كان بيغير دولارات كان قاعد قد ايه؟ يا عم هو في دولارات في البلد اصلا؟ على رايك يا عم ثابت. يا عم وطي صوتك، ابوس ايدك. العيال ولاد اخويا يصحوا تودينا في داهيه. ما اللي يصحى يصحى يا جرع، واحنا بيهمنا ولا ايه؟ اسمع ما اقول لك، مش كل ما تقعدوا تشربوا حجرين معايا تاكلوا حقهم وتخلعوا؟ لا، ده انا اعمل لكم جنايه. يا عم وطي صوتك، ابوس ايدك. مش هوطي صوتي، اوعى بقى من قدامي يا عم ثابت. يا اخوانا محدش شاف بطرمان وفي ميه؟ بطرمان وفي ميه يا اساس. يا اخوانا كان هنا في بطرمان وفي ميه. الله، ما شفتش بطرمان وفي ميه؟ بلع كومودينو ده ولا ايه؟ ما شفتش بطرمان وفي ميه؟ انت سبته فين؟ كنت قاعد انا هو في المطبخ، رحت ادور عليه في الحمام، رجعت ما لقيتوش. دورت في الصاله؟ ايه، ما دورتش في الصالة. يالا دور. هدور. لقيته اهو. لقيته. امسك امسك. ايه؟ تاخد نفس، تاخد نفس. وين لقيتك اهو؟ ايه بقى بالمعلوم؟ يا عم معلوم ايه بقى؟ معلوم ايه؟ عايز مننا ايه يا عصاب؟ 700 جنيه. العشيش اللي اشتريته انت والاخ ده. انا عايز فلوس عشان امشي. تمشي بس فين يا معلم؟ ده القعدة هنا هتحلو وبتبقى مية مية. هتروح البيت تعمل ايه؟ مراتك هتنكد عليك. وهات لي يا معلم. خد يا معلم، شيل الواد يا معلم، هنا احسن لك. انت بعت لنا حشيش بكام؟ 700 جنيه. خلاص روح اشتكينا في القسم. روح روح لحضرة الضابط، قول لحضرة الضابط انا بعت حشيش ب 700 جنيه ومش عايزين يديني فلوس. روح. انت عايز تودينا في داهية يا جدع؟ طب هنعمل لك ايه؟ ما انت هتصحى العيال علينا دلوقتي. الله، 700 جنيه وبتاع ايه؟ انت خايف تروح القسم تقول لهم بعت حشيش ب 700 جنيه؟ قول لهم بعت حشيش ب 500 جنيه بس. ماشي؟ نايل اجري بقى. انا دلوقتي هروح البيت الاقي الست بتاعتي مولعه الفيديو ومستنياني. مولعه الفيديو؟ واحنا نولع لك هنا الفحم. ان شاء الله نولع فيك شخصيه. شايف؟ بيهزر معاك يا معلم. اقعد تعالى. اقعد تعالى. اقعد اهو. انا هعمل لك دماغ عمرك ما كنتش بتحلم بيها. هعمل لك دماغ زي الدماغ اللي انا عاملها دي، ايه رايك؟ ايه رايك بالدماغ دي؟ سيراميكا. احترم نفسك. احترم نفسك. بلا سيراميكا. بعدين وانت بتحشش كده هفاجئك مفاجأة مذهلة. هتديني الفلوس؟ يا راجل هو كل حاجة الفلوس؟ انت مش عايز تروح البيت عشان تتفرج على فيديو والتلفزيون؟ يعني ناوي تمثيل؟ انا هخليك تتفرج على التمثيل وانت بتحشش. والنعمه. شايف الواد ده؟ الواد ده جاي من الفلاحين عشان يقدم في معهد التمثيل هنا في مصر. وانت بتحشش كده هخليه يمثل لك دلوقتي. ده هو. ايوه ده هو. انت بعد كده هتعرف تكلمه؟ ده التمثيل بيتدلدع منه وهو ماشي كده. ده هو. ايوه ده هو. انت هتخش في وشي ولا؟ ايوه. جاهز؟ جاهز. يلا مثل لعمك، يلا روق عمك. والله يا معلم هتندم على اليوم اللي قلت فيه عايز اروح. عارف بقى ممكن تقوم تساعدنا يا عم ثابت؟ اساعدك في ايه؟ هنعمل له شويه افلام كده. طب بعد اذنك ورايا التصوير. يلا. اتفضل. والله يا معلم هتندم ان انت قلت عايز اروح. عارف لمؤاخذه كل الافلام اللي بتيجي في التلفزيون
انا حافظها، هعمل لك احلى مشاهد في كل الافلام اللي اعرفها. عارف اعمل له ايه يا عم ثابت؟ هتعمل له ايه؟ اعمل له احلى مشهد في فيلم الخطايا. يخرب عقلك. اه ده فيلم الخطايا ده جامد عليك يا صابح. بعون الله هنعمله. لعلمك يا معلم فيلم الخطايا ده ما بيطلعوش لاي حد. لعلمك. اه جات ناس كتير سالت عليه قال لهم لا ما عنديش لسه طالع دلوقتي. اه اعمل له المشهد، اعمل لك يا معلم المشهد اللي البطل فيه بيروح يواجه ابوه. ايوه اللي بيقول له فيه اه يلا صابح يلا. اللهم صل على حضره النبي. ايوه وده وقته صابح. ايوه افتكرت يا عم ثابت. افتكرت. ايوه طب ممكن تساعدني؟ ما انا واقف اساعدك وانا واقف اركب سيراميك. طيب هتعمل دور الاستاذ عماد حمدي. اشمعنى يا عماد حمدي؟ عشان انت شبهه بالظبط. في ايه يالا؟ في الفرق اللي في النص. الله شبهه. ده مش فرق يالا. امال ايه ده؟ ده فرق التوقيت اللي ما بينه وما بين عماد حمدي. بس والله يا عم ثابت منظرك كده بيكون فنان. انا فنان. وهتعمله بقى واحد حلو ان شاء الله. يلا خلينا امثل معاه. بص بقى البطل بيروح لابوها معلم. أيوة. بيقول له ايه؟ ايوه انت مش ابويا. ايوه مش ابوك. ولا دي امي. أمك ما كانتش بتحشش، بتضرب بانجو بس، ولا دي أمك. لا، ولا ده أخويا، ولا ده أخوك. أتحداك، أنت ظالم، ظالم. ليه دايما تفرق في المعاملة بيني وبين أخويا؟ هو اللي مش ابنك؟ أيوة مش ابني. أنت لقيت. لا لقيت. لقيت. اخلص. ولا ايوه انا باين اني اتفرجت على الفيلم غلط يا ليه؟ ساعتها عماد حمدي هو اللي بيضرب عبد الحليم حافظ بالقلم. لا الاستاذ عبد الحميد حافظ هو اللي كان بيضرب. عبد الحميد مين يا ابني؟ عبد الحميد مين؟ الاستاذ عبد الحميد حافظ هو اللي كان بيضرب. اسمه الاستاذ عبد الحليم حافظ. ماشي هو اللي كان بيضرب الاستاذ عماد الشناوي بالقلم. عماد الشناوي انت عملت فيلم كفته يا ابني. يا ابن اسمه الاستاذ عماد حمدي ابو فرق من النص اللي عملت دوره. اه عارفه. انت اتفرجت على الفيلم ده فين؟ في التلفزيون بتاعنا في البلد. التلفزيون ده كان كام بوصه يعني؟ 14 بوصه. صغير.